الطريق ما زال مستمرا، ومن أجل رؤيتنا حاضرنا ومستقبلنا منتدى المرأة السعودية الطريق إلى رؤية 2030 16 أبريل 2019، تزامنا مع تعيين الأميرة ريما بنت بندر أول امرأة سفيرة للمملكة العربية السعودية في واشنطن، الذي يعقده موقع abouther.com، أول موقع ينقل صورة المرأة السعودية إلى العالم الغربي، وذلك في جامعة واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة منظمة سعوديون في أمريكا ونادي الطلبة السعوديين، مستضيفا متحدثين من الشباب والشابات السعوديين والمبتعثين. يلقي رئيس تحرير موقع أباوتهر الرجل وسيدتي محمد فادي الحارثي كلمة بمناسبة انعقاد المنتدى الذي سيتناول محاور عدة. طريقنا واحد ورؤيتنا واضحة وحكاياتنا لا تنتهي.